عناصر المنتخب الزامبي من الجهة اليسرى. حذاري من هذه الفرصة، حذاري من هذه الكرة. الهدف الأول يأتي في اللحظات الأولى على بداية هذه المباراة لفائدة المنتخب. زياش تبادل الرأي، زياش ماذا سيفعل؟ زياش جول! يا روعة التسديدة ويا روعة اللمسة يا حكيم يا زياش. وكثير من اللاعبين، حذاري من هذه الكرة، حذاري حذاري. الهدف الثاني، حذاري من هذه الكرة، نفذت بسرعة. واللاعب البديل كانغوا هو من سيتقدم. زياش، وهدف التعادل. التعادل من نقطة الجزاء طريق لاعب حكيم زياش. هكذا يعاد هي بن عطية، حذاري من التسديد، حذاري. الثالث